المشروع الوطني والقومي لثورة يوليو كان محدد المعالم، وكان بيملي إرادته على المجتمع بأكمله، وكان بيوجه أدواته في التوجيه الصحيح. امتلاك المشروع، احنا محتاجين نعيد قراءة على فكرة وثائق ثورة يوليو. يعني وانا بقى بدعيك اهوت من دلوقتي، انا يعني قريبا سيكون في يناير القادم مئوية الرئيس عبد الناصر، زعيم عبد الناصر. صحيح. انا بتمنى ان يكون هناك قراءة في وثائق ثورة يوليو، نعرف المشروع الفكري والثقافي اللي تبنته الثورة كان عبارة عن ايه، ونشوف كيف ادى واجبه في توجيه استراتيجي انتظمت في صفوفه كل الادوات. ولانه اللي بينتمي للمشروع بيبدع في مجاله، بيبدع في هو الابداع ده ما كانش ابداع الا متناغم، لانه بيؤدي كله لدور، بيؤدي لدور. لكن اذا كان الكل مش مدرك خطوره استمرار انه كل يعمل اللي يقدر عليه، لا، في خطر داهم علينا في هذا. ومصر محتاجه للمشروع الفكري والثقافي. احنا جزء من الوعي ان ندرك ان احنا واقفين فين، والمستقبل بيحمل بالنسبه لنا ايه، سواء كان على مستوى المخاطر او على مستوى التحديات او على مستوى الامال والاهداف. ثم نبدا في حسابات القوى، واحنا لدينا ادوات، لدينا منظمات اقليميه عربيه لا تعمل في شيء، لا تؤدي دورا، بالعكس بتتراجع وبتضعف، شويه دكاكين حقوق الانسان بقى صوتها اعلى منها. صحيح. مش كده؟ كل ده كان مستهدف، جزء من البرسترويكا اللي اتعملت للمنطقه العربيه.